البداية المقطع لا يدل على الكراهية بأي شكل من الأشكال، ولكن أحب أقول إن السبب إن أنا قلت الكلمة دي إن في حاجات عنصرية شوية، فأنا بعتذر لكم عليها، هتحصل في الفيديو، أنا بس مضطر إن أنا أقولها. والنهاردة بس هقول لكم عن شيء واحد عن روان وريان. أنا مش في معلومات هقدر اقولها وفي معلومات مش هقدر اقولها، لان في معلومات بجد حرفيا الناس ممكن تكرهني بسببها، ولان زي ما انتوا عارفين في ناس بتحب روان وريان وفي ناس بتكرههم، واللي هيأيدوني هم الناس اللي بيكرهوهم، ولكن غير كده ممكن ما يأيدونيش برضو، لان في معلومات بجد شخصية جدا هقولها النهاردة، ولكن في الحاجات اللي انا مش هكون جاهز ان انا اقولها لانها صعبة جدا وهتاخد يعني عارفين اشياء محرجة جدا، فانا هضطر ان انا اعملها في الفيديو التاني عشان افكر الاول هل اليوتيوب هيسمح بان انا اعمل كده ولا لا. عموما انا اتوقع ان اليوتيوب طبعا هيسمح، لانه مش شيء ليه علاقة بان انا اشتمهم مثلا ولا الكلام ده. وليه انا هقول لكم، وغير كده انا قلت ان الموضوع لا يدل على الكراهيه او لا يحض على الكراهيه، لان يعني عارفين كده اللي هو مش انا ممكن اتكلم عن الاسم مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن زي ما انتوا عارفين الاسم الحقيقي باين جدا، ولكن احنا لسه ما ابتديناش. خلينا نبتدي باول معلومه، أول معلومة وهي أصدم معلومة. أول حاجة للي فاكر إن روان وريان إماراتيين، ده معلومة غلط. حتى أنا بعتذر لكم على المعلومة إن أنا قلت إن هم عراقيين، بس أنا حسيتهم واضح من لهجتهم إن هم عراقيين، ولكن هم طلعوا من الأردن. إزاي هم اتولدوا أساسهم من الأردن؟ وأي واحد عارفين بيتولد في البلد اللي هو فيها فهو من البلد دي، فهم طبعا من الاردن، ولكن ما مش عارف ليه طريقه كلامهم مش اردنيين، مش عامل كده زي اللبنانيين او السوريين والفلسطينيين، مش صراحه مش طريقه كلام الناس اللي عايشين في الاردن خالص، بس عادي عموما. ولكن غير كده هنتكلم عن المعلومه الثانيه، من امتى وروان وريان مسلمين؟ ايوه اللي انتوا سمعتوه ده كان صح، روان وريان قبليها ما كانوش مسلمين اساسا، زي ما قلت لكم هما كانوا من الاردن، وانتوا عارفين ان الاردن فيها نسبه مش مسلمين، يعني احنا هما زي ما قلت لكم هما مش اماراتيين او عراقيين، لان لو عراقيين ف صعب شوية انك تقول، لكن هم اردنيين، فانا متأكد. وادي الادلة بالذات، وهتقول لي وانا هقول لكم دلوقتي، هل شفتوهم قبل كده حتى ريان، هو ده اللي يعني السبب اللي خلاني احبها، لان انتوا عارفين يعني هل ريان قبل كده يعني، واحنا شفنا ان هي يعني لو جينا نشوف على جوجل لقينا ان هي استغفر الله مش هقدر اقول، يعني عارفين كده اللي هو لما اللي هو الحاجات عموما بينت جوز غلط ولا حد يرفع يبينه. وطبعا مش هقول الكلمه دي ولا هيجي لي كوبي رايت، لان الكلمه دي في ناس قالوها قبل كده، فانا كده هعتبر سارق محتوى صح؟ لا المشكله مش في كده، المشكله تكمن ان هم لو شافوا الفيديو ده هيحذفوا عليا الشبشب، هيوصل لي من 500 كيلو الف، مش عارف المسافه قد ايه بصراحه، ولكن ممكن مش عارف من كم كيلومتر اتوقع، يعني من مسافة بعيدة وتروح كسر الشباك
كسر شباك الأوضة وأنا مكان ما أنا بصور لكم تروح داخلة في دماغي على طول، وأنا بصور لكم أروح مصرخ جامد عشان أنا هكون بصور فيديو تاني ويقول ها وهما يقولوا ها، أكيد بيعمل فيديو علينا تاني. واروح على طول بلا تردد تسمعوا مني صوت الصوت ده. ولكن غير كده عموما فانا هقول لكم على المعلومة اللي بعديها، المعلومة اللي بعديها او يعني الدليل اللي بعده، بصراحة مش هقول لكم على المعلومة اللي بعديها. هتقولوا لي بقى انك قول اليوم الوطني، مش عملوا يوم حاجة عن اليوم الوطني السعودي، يبقى زي طيب هو لو هو مش هو مش في ناس مش مسلمين بيحبوا السعودية، مش الجنود اللي غير مسلمين بيحبوا السعودية؟ مش شرط، وقلت لكم هم اصلا كده. والله طعم النيوكلر ده حلو قوي، زي ما قلت لكم هم بقوا مسلمين اساسا، فعشان كده هتلاقيهم بيحتفلوا بيه. لكن قبليها هم بقوا مسلمين اساسا وهم عندهم 4 سنين، يعني من سنة كام؟ والله نسيت، والله نسيت، اقسم بالله نسيت، مش فاكر. هم تقريبا اكبر مني هم الاتنين، مش عارف هم اكبر مني اتوقع، ولكن هم لانهم اكبر مني فانا مش هقدر اقول له، فانا فهم انا عادي اشتمهم لانهم برضو عارفين كده مش اكبر مني لدرجة ان هم يبقوا نقدر نقول ان العقل هم اذكى مني مثلا. لا حبيبي، ما فيش حد اذكى مني في مواضيع كتيرة جدا، لان انتوا ما تعرفوش ان انا عارف واحد اسمه حسن نصر الله، واعرف قاسم سليماني، ولا حد يعرف ابو مهدي، هو ولا حد يعرف من الناس دول، ولا حد يعرف حزب الله اللبناني غير صح ده كل الناس عارفينه اساسا. عموما ما فيش كل الناس عارفينه، وما فيش حد يعرفه غير اللبنانيين بس، في شوية من العرب عارفين اتوقع، منهم في مصريين عارفين، وطبعا المصريين اللي هما بيخشوا في دول برا مثلا. ولكن غير كده يعني هكلمكم عن النقطة اللي بعديها، غير كده النقطة اللي بعديها، هل دلوقتي الناس هتقول عليا متخلف حرفيا، هل هم عرب اساسا؟ شيت، هم مش 100% عرب، خلي بالكم هم مش 100% عرب. هم اولا زي ما قلت لكم هم مش عرب 100%، هم عرب بنسبة تتوقع 20% بس، غير كده هم مش عرب، هم بس يعني اصولهم اساسا مش عرب. يعني روان اتوقع من اصول لبنانية، اتوقع مع ان لبنان دولة عربية، يعني مش من اصول لبنانية مثلا، اصول يعني حاجة كده تعرفوا كده، اصول قبرصية، مش عارف من اصول دولة اوروبية بس يعني في الجنوب طبعا، يعني دولة زي اليونان، قبرص، الدول اللي الناس اللي هما مش اللي هما بيض بس شعرهم لسه مش لونه، فهمتوا يعني مش لونه اصفر، يعني مش يعني اللي هما مش شرقاوي، مش والله مش عارف ازاي اقولها. لكن ريان هي اردنية او عربية بنسبة 20%، لانها اساسها من الاساس، يعني هي من الاساس يا هو يا حاجتين، يا من اصول روسية يا من اصول امريكية، وده طبعا واضح جدا من شكلها، لان اي واحد يبقى عيونه لونها اخضر والكلام ده كله. ف طبعا اتوقع ان انا لازم اقفل الفيديو عشان انا اتوقع ان انا جبت العيد في موضوع اللاج والكلام ده،
اتوقع ان انا جبت العيد اساسا، فمش هينفع اكمل في الفيديو. انا اسفه، اعتذر لكم جدا. ولكن يعني لو عايزين نتكلم عن روان وريان تاني اكتبوا لنا في التعليقات. ولكن اخر معلومه كده، معلومه بونص احب اقولها لكم، وهي تاكيد على كلامي على كل الكلام ده، وهي كمان خصوصا نصيحه او نصيحه ايه يعني، او معلومه ان هم مش مسلم، ان هم كانوش مسلمين. يعني انا مش قصدي بيها ان انا اشتم في اي ديانه تانية، انا بس بقول لكم الحقيقه. بس مع ان انا مش متاكد 100% هل ده حقيقي ام لا، ولكن واضح ان هم تحس كده بنسبه كبيره. ولكن انا مش عايز اشتم فيهم، انا بس يا جماعه قلت لكم ان انا مش بكرههم، انا بكره تصرفاتهم بس. يعني مفيش حاجه تانية، محدش يجي يطلع يشتمني ويقول لي انك كذاب. ده طبعا من محبيهم. انا بقول لكم ما تكرهوا، مش معناه ان انا قلت ان هم من مش عرب او ان هم مش اي حاجه تانية يبقى انا قصدي ان انا اشتمهم. لا، انت ما تعرفش خالص انا عايز افوجه لك ايه. هو انت ازاي لسه معرفتش؟ انت ازاي لسه معرفتش؟ انا كنت عايز اقول لك على حاجه ولكن انت لسه معرفتش. ايوه، هي دي الحقيقه، ما تقدرش تنكرها. معلش، بليز بليز، بس ما تقدرش تنكرها. انا بس بقول لك الحقيقه، لو سمحت ما تنكرهاش، ما تنكرهاش بليز. ما تكتبش في التعليقات ان ايش اي شتيمه. معلش معلش، بليز دونت سوير مي، بليز بليز بليز. سوير تقريبا يعني شتيمة، والله مش عارف. وبس يعني شوفوا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. يس، مع السلامه.